مساء الخير احبتي المشاهدين، تحياتي لكم من اورب بالجيم، استديوكم اخوكم كابتن نوار النعيمي، تحياتي لزميلات استوديو برنامج استراحه الظهيره. اول خطا يوقعون به اللاعبين من يتمرنون هو وقت التمرين. انا اشوف لاعبين يتمرنون 3 ساعات 2 ساعة جديات، 3 ساعات هذا عرس، 3 ساعات 2 ساعة. ليش؟ ليش؟ اول شيء لازم تعرفه بين وقت التمارين القوه الحديد بناء الاجسام وقت منفصل عن الكارديو. الكارديو اخذ ساعه 50 دقيقه ماكو مشكله، لكن الحديد يختلف. بدنا نحكي عن الحديد. فاذا واحد من الشباب قال كابتن انا تمرين الحديد ما تبلى 4 ساعات، شلون تريد اتمرن ربع ساعه حديد؟ يعني ساعه شو وقت راح؟ لا يختلف. انا دا احكي عن تمارين بناء الاجسام. يا اخوان اول خطا توقع بيه هو التمرين لفترات طويله. ليش؟ الجسم له مخزون طاقه. دوره يبدي من المعده للكبد الى الدم. مخزون الطاقه اللي هو الجلوكوز والجلايكوجين. هذا المخزون يجي عن طريق تناول الكربوهيدرات، البروتينات، يتحول الى سكر بالدم. سكر الدم ينطي طاقه للجسم بتمارين مخزون الطاقه المجهودات اللي تسويها. مشكله بعد 50 دقيقه بعد الجهد القوي، خصوصا اذا كان نظامك الغذائي قاسي، راح يبدي الجسم يستنفذ مخزون الطاقه اللي عنده. ماكو بالدم، ماكو بالكبد، ماكو بالمعده. فيلجا التكنيك كلش متعب اللي هو عندك رجل راح يبدي يحطم ببروتين العضلات، مخزون البروتين مال العضلات مال العضله نفسها يفلشها حتى يحولها طاقه. هذا الشيء راح يفلش رجليك، انت قاعد تبني رجليك راح تفلش رجليك، راح تفلش البايسبس مالتك. لان قاعد تمرن لاوقات طويله، فلازم التمرين يكون من ساعه الى 50 دقيقه كحديد. تريد كارديو براحتك، لكن لا تتجاوز الساعه كذلك. هذا الشيء له نتائج كلش ممتازه وحلوه للجسم، وهي المدرسه الحديثه. اختفت التمارين اللي هي 15 تمرين واربع سوبرات للصدر. يا اخوان ماكو داعي يا اخوان، تمارين قليله متوسطه وزن متوسط هو الافضل، لان هاي اللعبه لعبة غذاء وليست لعبة تمرين. نعم الغذاء 60% من الطوة، 40% على التمرين. يا اخوان اذا تمرنت صح وكلت غلط ما راح تصير، اذا تمرنت غلط وكلت صح اكو احتمال كلش قوي تتطور. شوفوا الفكرة، فلازم تهتم بغذائك. افضل شيء حتى زيد مستوى الطاقة عندك قبل التمرين هو تناول مصدر كارب او سكر سريع، مثلا تمر، موز، عسل. هذا الشيء سريع راح يقيك من الهدم العضلي، لكن اذا كنت عندك وزن عالي راح تاثر عليك، لان انت من تاخذ وزن عالي راح تحاول تحرق سعرات، فهالشيء ما انصح به الوزن العالي. وهذا يجينا للنقطه الثانيه، بعد تمرين الحديد بعد ما حرق السعرات الحراريه، نقص مخزون الطاقه، الكارديو بعد التمرين هو الافضل يا اخوان، راح يعطيك نتائج كلش ممتازه. اذا اتمرن 50 دقيقه الى 45 دقيقه، حاول قلل الراحة بين السيتات، قلل الوزن يا اخوان، انت مو لاعب قوة بدنية، عندك منافسة، انت تلاعب بناء اجسام، راح تشوف خلال شهرين تطور كلش قوي بهذا الشيء. ان شاء الله اكون ما طولنا عليكم، تحياتي لكم، التقائي للزميلات في استوديو برنامج استراحة الظهيرة.